صباحكم بروك البنات، كيف دايرين؟ نتمنى يا ربي هاد لا فيديو يلقاكم على خير وبخير، وباش ما تمنيتو ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم نهاري في الخدمه في ساندويش اللي عندنا في الدار. المهم هذه دار والديا، الله يخلي لي امي انتي ويخلي لكم جميع امهات ديالكم. وبالنسبه اليوم ان شاء الله غنصور لكم شنو كنديروا في هاد السناك ديالنا وشنو الخدمه اللي تنديروا. المهم اختي هي اللي مقابله الحانوت، بما ان العطله جيت انا من تماره لكازا وانا شاده على هاد يومين ترتاح شي شويه حتى هي. الحمد لله حنا كنا بحال ديال اختي ديالي وديالي ديال اختي. المهم حنا ما عندناش مشاكل الحمد لله. بالنسبه لهذا النهار هذا المهم غادي نوريكم شنو كنديروا في هاد الساندويش، والله يجي شي كليان نخدموا قدامكم. المهم باقي الحال دابا يلاه 11 ونص، الا جا شي كليان غنخدم معكم ان شاء الله وتشوفوا شنو كنصايبوا. انا غنصور لكم المحل هكا من الداخل ومن برا. ندير لك شويه الحر. المهم انا غادي نحط دابا واحد الساندويش قدامكم لواحد الكليان. مهمين وحنا كنكترو كنصايبو شويه من الكليان. نديرو دابا هاد البريسة، دابا بريسيتو شو المايونيز كيجي خاطر. دابا غادي نزتو في السندويشات. هاد المخبز اللي كنتعامل معاه كنصايبو لي سندويش زوينين نقيين وزوينين.
المهم انا كملت هنا الكاشر، حكيته كامل. شفتوا كنغطي هذا الشيء، غنغطيه بالسلوفان، ما غاديش نخليها هكا عاريه. داكشي يكون نقي كما تبغي تاكلي انت حاجه نقيه، ضروري خصك الانسان حتى هو اللي تبغي لراسك تبغي لواحد اخر باش ربي يبارك لك ويعاونك. ما يمكنش تبغي واحد الحاجه زوينه وتعطي لواحد اخر حاجه خايبه، هادي راه ما يمكنش. المهم انا تنغطيه كنخليه حتى كيجي هكا الكليان وكنحل كنحلها واحد شويه من هنايا وكنبقى خدام واخا المحاله راه نقي ويلا نحلو الجديد كلشي نقي هنايا. دابا غادي نقطع لانشون. عارفين هو الموس، دابا انا جبت الموس لانشون تنخدمو بهذا. ملي كنسالي منو راه كنغطيه حتى هو. كيجي زوين هاد الساندويتش اللي كنصايبوه، كنصايبوه غير ب بالطون وبالهريسه والبصله مطيشه لانشون. دابا نوريكم البنات كيفاش كنديروا ليه، لا جا شي كليان ولا شي حاجه راه غادي نصايبو قدامكم. بغيت نشارك معاكم علاش لا، انا كاينه دابا عند الوالده الله يخليها ليا، خلي لكم والديكم شاده على اختي، اختي اللي مقابله هنا ومنين دابا كاينه انا راه شاده عليها شويه. انا من داك النوع اللي عزيزه عليا الخدمه ونبغي نتحرك، ما نبغيش باش نبقى جالسه ولا لا، خاصني هذه تكون كلاس ولا تخدم بنت الشعب ومن الشعب وقاعد شي اللي كي الانسان اللي كيبغي يخدم على راسو الله يعاونو الله يرزقو رزق حلال، راه ما كاين ما احسن من الحلال صراحه. كنصايبوه بحال هكا، شو ملي كنصايبو الساندويتش كنعمروه بهذا الشيء اللي عندنا واللي كيطلب لانشو تنصايبوه ليه، هو الاخر كنديروه بحال هكا كيجي زوين. نديرو دابا في هاد الزلاف الزلافه ديالها. هذا ثاني اللي باغي طيطو تنعاود نخدم به ثاني منين يسالي ليا هذا نعاود نعمر. كنتمنى الناس اللي في كازا يجيو يزوروا المحل ديالنا، تواجد في سيدي مومن حدا البوسطه سيدي مومن جديد مجموعه واحد في الشارع. مايونيز راه صيبتو طلعتو في الدار، درت جوج بيضات، معلقه كبيره ديال لاموطار، نص معلقه ديال البزار صغيره، ومعلقه كبيره ديال الخل وشويه الملحه. ممكن نبقى نطلعو كنزيد الزيت. المهم راه كيجي زوين على هذا الشكل هذا،
المهم جوج بيضات كيطلعوا لي هاد قرعه كامله، كيجي زوين. شي نهار غادي نشاركوا معاكم. ودابا غادي نعمر هادو بالكيتشوب فرايز. خاتر فاش غادي نخوي في القرعه غادي نحركو. خلطوا شويه المهم هاك الكيتشوب ديالنا هو واجد مايونيز. بالنسبه للطول اللي تنخدموا به تنخدموا به هذا طعم راه زوين ما فيش كاع، هذا غير الحوت البيض راه كيف كشتو هنايا كيف كتلقاوه من الداخل هو اللي تيخدموا به هاد السندويشات، عفوا هو اللي تيخدموا به هاد السندويشات ديال البزوم. دابا غادي نوريكم شنو صايت. عاد غادي نجيب الخبز حتى هو نستفو الباريزيان ديال السندويشات. المهم هذا لانشون اللي صايب دابا قدامكم كاين اللي تيطلبوا في سندويشات. انا الهريسه، الزيتون، هذه راه البصله كنشلضوها بحال هكا رقيقه، شفتوا خاصها تكون رقيقه، كاشير والفرماج كاين اللي كيبغي فرماجه كاين اللي كيبغي ديال الساندويش. المهم طون هذا هو مازال غادي نحك نحل هذا الحك هذا نديكوريو شويه المحل. بيبسي هي اللي خدامين بها دابا. المهم هادي هي الطابله هنا فاش كنخدم البنات، كنخدم هنا لي ساندويش. المهم داكشي راه نقي ومتول ضروري من نقى. لي ساندويش كنديرو هنايا. المهم انا غادي نمشي نجيبو دابا المونادا. هادو هنا الطبيسلات فاش كنحطو الكليان، مايونيز وكيتشوب لي سيرفيت. وهادو هنا اللي تيبغي يدي معاه ساندويش للدار كنصيبوه. هادي هنا البريصة فاش كنخدم الساندويش. انا غادي نجيب هذا لي ساندويش وانا معكم البنات. المهم هذا من هنا من داخل البلاصه اللي تنخدموا فيها لي ساندويش، غزالين البنات مخبازه حدانا كتصايبهم زوينين لي بتيبا مقرمش كنصايبو. مهم هاد المسائل كلها والبلاصه اللي تنخدموا فيها هي البنات هي هادي. المهم نقيه داكشي نقي متول ما يمكنش، خاصنا كيف تبغي تاكلي انت راه تبغي لواحد اخر. خدمو بالفرماج بهاد الطون هذا ديال طعم راه غزال.
ان شاء الله الى كتاب في رمضان راه غنديروا الحريره الشباكيه المسائل ديال الفطور كامله ان شاء الله في رمضان. هنا فين كياكل الكليان. المهم الطبيله راه هنا نقيه المعقم، وهادو الاثمنه داكشي راه رخيص وزوين شتو. الطبيله هكا اللي تنخدمو فيها. وهذه الدخله هنا ديال الباب شتو.